يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء تحقيق الأحلام. آخر حلقة الأحلام مواطن في الموسم الأول اللي كنا فيه مع حضراتكم على مدار كل الحلقات السابقة، النهاردة موجودين معاكم. خلوني في البداية أقول لكم إن إحنا وصلنا لنقطة إيجابية جدا، فرحان ومبسوط وبأناشد ودعم كل المصريين في الخارج. بدأت النهاردة السباق الانتخابات الرئاسية، وبدأ النهاردة وبكرة وبعده التصويت للمصريين المقيمين في الخارج. كل الكرة الأرضية يا جماعة، كل مصري موجود في أي دولة، بدعو حضرتك للنزول والتصويت. انزل شارك، صوتك هيوصل. أعتقد نقطة إيجابية جدا النهاردة وبكرة وبعده في الخارج، 10 11 12 ديسمبر. في الداخل إن شاء الله تعدي على أفضل مشهد وأفضل ما يكون بالنسبة لهذه الانتخابات المهمة جدا في تاريخنا المعاصر كاستحقاق. أعتقد لكل واحد الحق أنه ينزل ويشارك ويقول رأيه، حاجة هتبقى جميلة ومهمة جدا إن شاء الله. الطبيعي النهاردة في حلقتنا، وأنا جاي عاوز أقدم، وده من منطلق حرصي واحترامي لحضراتكم، إن إحنا بنقدم، يعني مش عاوز أقول كشف حساب، ولكن هيبقى ليه علاقة بجزء هقوله مع حضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، إن إحنا كنا حريصين دايما مع أحلام مواطن اللي موجودين مع صدى البلد الفضائية الكبيرة اللي بنجلها وبنحترمها، وطبعا برعاية مؤسسة سقيا الماء، نقدم دايما في كل حلقة حاجة إيجابية، إعلام إيجابي هادف بعيد وليس بحثا إطلاقا عن أي ترند من شأنه يبقى بعيد عن محتوى حضرتك تضطر أو تستنانا علشانه، نبقى بنقدم لك حاجة مفيدة. وده دايما النهج لهذا البرنامج وهذا المذيع على مدار سنوات طويلة، على الرغم إن ممكن بلغة الميديا يعني ده مش بتبقى أحسن حاجة قوي، خصوصا في عصر الترند اللي احنا موجودين فيه وده اللي هنتكلم فيه بعد شوية، ولكن هي أمانة الكلمة وهي الرسالة اللي انت مقتنع بيها، اللي دائما وأبدا لازم تفضل تقدمها أيا كان الوضع ده حطك كمذيع وبرنامج فين من نسبة مشاهدات أو حتى من تواجد على الساحة الإعلامية، إنها أمانة الكلمة. حابب أبدأ معاكم بحاجتين مهمين جدا، وبنتكلم عن حلم التوظيف والتدريب وفرص العمل في قطاعات مختلفة جدا في الجمهورية الجديدة. فحابب أبدأ الحلقة بخبرين، أعتقد مش كل الناس ربما تكون بتتابع المواقع الوزارات المهمة اللي بتوفر فرص عمل لكل المواطنين والشباب والخريجين من الجنسين طبعا. ففي أحلام مواطن بقول ربنا يجعلني سبب، واللي هقوله لحضراتكم ده وهنقراه لحضراتكم تكون انت بتتفرج بتشوفني، فربنا يجعل لك رزق وشغل اكون انا او برنامجي سبب فيه. قطاع مهم جدا الا وهو قطاع الكهرباء في وظائف وقطاع القوى العامله. خليني اقول لكم الخبر ده مهم جدا، وبالتالي بعد ما اقوله لحضراتكم تقدروا تخشوا على موقع الوزاره وتشوفوا بقى التفاصيل والديتيلز، عشان كل حد لسه مستني فرصه عمل ويحقق حلمه في اكل عيش بقى ورزق بالحلال. اسمع وركز. القوى العامله من منطلق الجمهوريه الجديده، البطاله بتواصل الانخفاض بلغه الارقام. وزاره العمل تلقت يا جماعه 35 طلبات من 35 شركه قطاع خاص. خدوا بالكم عشان كلمه القطاع الخاص هو الشغل، انسوا فكره الحكومه دي، وياما قلنا على هذا الكلام. شركات قطاع خاص ارسلت رسميا ووفرت بلغه الارقام 4352 فرصه عمل لكل شبابنا واولادنا الخريجين، ومنهم كمان فرص عمل لذوي الهمم. طبعا وزاره العمل والوزير حسن شحاته بيجدد دعوته للشباب للاقبال على العمل، وطبعا ده من خلال كل مديريات القوى العامله في ال 27 محافظه، تقدر تروح وتتابع، وكمان على الويب سايت الخاص بوزاره القوى العامله المهن موجوده يا جماعه كتير جدا، من اول مؤهل متوسط فوق متوسط، مؤهل عالي او حتى ذوي همم، تقدر تخش وتشوف. المرتبات جيدة جدا والأرقام حاجة مباشرة، وتفاصيل الخبر بالأرقام 4352 وظيفة حاليا متوفرة. فأنا بدعو حضراتكم، خدوا بالكم فيها مهندسين ودكاترة ومندوبين وسواقين وعمال ومهن وحرفيين، فيها كل حاجة. يعني اللي بيشوفني دلوقتي أيا كان أنت مؤهلك أو مهنتك إيه، أكيد هتلاقي لك مكان في هذه الوظائف، بس أنت اسعى وخد بالأسباب عشان الرزق بيحب كده. ده كان حاجة مهمة إيجابية حبيب أبدأ بيها مع حضراتكم، وأخذا في الاعتبار برضو أن بلغة الأرقام بنشيد تماما بوزارة العمل اللي أكدت في خلال
العام الماضي كله ان بلغه الارقام نسبه البطاله قلت جدا بالمقارنه بنسب سابقه، توفير ملتقيات توظيف وفرص عمل، والتدريب كان قطاع مهم جدا مهتم به الوزير حسن شحاته منذ ان تولى المسؤوليه، فتحيه تقدير واحترام لهذه الوزاره والعاملين والقائمين عليها، اعتقد نقطه مهمه جدا، ولكن هم مش واخدين السكسيه المناسب او الشهره لان هم بيشتغلوا بس مش بيفكروا اكتر من البروباجندا، فانا دوري ان انا اقول لحضرتك في مثل هذه المواقف. طب ايه تاني النهارده والناس بقى كانت تقول لك ايه؟ البترول والكهرباء اكتر قطاعين نفسنا نشتغل فيهم. انا نفس ناس كتير كانت تقول لنا كده يعني. الكهرباء النهارده يا جماعه بتعلن عن اكبر مسابقه للتعيينات الجديده وموجوده برضو على الموقع الخاص بالشركه القابضه للكهرباء مصر، حاجتها لشغل عدد من الوظائف موجوده زي ما انتم شايفين معايا على الشاشه. تفاصيل الخبر تقدروا تخشوا تجيبوا تفاصيله طبعا من الويب سايت الخاص بوزاره الكهرباء والشركه القابضه. اقول لكم طبعا ده في نطاق جغرافي متوسع جدا ومتنوع، وطبعا خريجين بقى الهندسه والحاسبات والمعلومات والعلوم وخريجين المعاهد والمدارس الفنيه الصناعيه، وعاوزين مهندسين وعاوزين تخصص كهرباء وميكانيكا واتصالات والكترونيات وتخصص كيميائي، كل انواع الوظائف في الشركه القابضه للكهرباء. انا بقول لحضرتك اهو النهارده عندك فرصه، ربنا يكون جاعل لك فيها خير ورزق، خد بالاسباب، وبعد ما تسمع المذيع اللي بيكلمك ده ادخل على النت من موبايلك من البيت من الكمبيوتر، دور وقدم وروح واعمل الانترفيو واختبر، اكيد ربنا طالما انت خدت بالاسباب ودورت على تحقيق حلم الا وهو وظيفه واكل عيش اكيد هيراضيك، بس المهم خد بالاسباب، ما تقولش بقى الظروف والخريجين والدوله والحياه، اهي الفرص اهي بقولها لك على الهوا في ظروفنا الصعبه اللي كلنا بنعيشها، ورغم ذلك لسه في بارقه امل بالفعل وليس فقط بالكلام، كل دورك ان انت تاخد بالاسباب وتروح وتقدم واكيد ربنا هيكرمك. دول كانوا نقطتين مهمين جدا حابب ابدا بيهم الحلقه مع حضراتكم النهارده اللي فيها تفاصيل التفاصيل وكلام مهم، حابب ان انا افضفض معاكم بما ان قلت لكم ان شاء الله مكملين على العهد في الايجابيه والكلام اللي فيه فضفضه من القلب مع حضراتكم ان احنا نستفاد بيه مع بعض. وانت بتدور على فرص عمل وخريج هندسه ولا طب ولا علوم ولا اي كليه بتصرف على ابنك وبتعلمه في تعليم سواء حكومة أو تعليم جامعي خاص، بتصرف كتير، والجيل اللي موجود حاليا هو كمان بيدور انه يلاقي مساحة لنفسه في وسط صعوبة الدنيا اللي احنا عايشينها. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقولك ان احنا دايما بنتكلم عن ان كل واحد يبقى بيحقق جزء من احلامه على مدار حياته، طول ما هو ماشي بيصطدم بواقع بيتغير، هذا الاصطدام او هذا الواقع اللي بيتغير احيانا بيخليه يغير وجهة نظره في بعض أفكاره اللي كان مكمل ومتربي وعايش عليها. برضو عاوز تقول ايه؟ عاوز أقولك إن حلم الشهرة اللي كلنا بقينا نشوفه في الفترة الأخيرة وكل الناس بدأت تشوف بعض النماذج اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً التيك توك أو حتى الفيسبوك والسوشيال ميديا مختلف مواقعها، بدأت تعمل شيء من الخلل، أنا بعني اللفظ، شيء من الخلل وإعادة التفكير للناس اللي لسه بنحكي عنهم دلوقتي اللي اتعلموا والدكاتره والعلماء والمهندسين، ان لما اجي ابص الاقي ان حد مع الاحترام للجميع كل قدراته بيسخرها في فيديو على اليوتيوب او التيك توك وبدا يعمل منه شهره وبدا يعمل منه جماهيريه وبدا يعمل منه وده الاهم فلوس، وبعدين تيجي ادوار سينمائيه في مسلسلات وبعدين وبعدين اكيد غصب عنك هتلاقي نفسك بتعيد تفكيرك وبتفكر هو انا كنت صح ولا غلط. انا هتكلم كأب مع حضراتكم وفضفض بكلمتين، انا لما اربي ابني او بنتي ويجي وابقى دايما بحفزهم على مستوى علمي معين وعلى قدرات وعلى كورسات وعلى لغات وعلى سوفت سكيلز، وبعدين نيجي نشوف نماذج على السوشيال ميديا ما انزل الله بها من سلطان مع الاحترام برضو للجميع، ولكن تيجي تبص تلاقي بقى أكثر جماهيرية أكثر شهرة أكثر فلوس أكثر مستقبل، يبان في ظاهره أنه هو إيجابي وفيديوهات بملايين المشاهدين، هو بيسأل هو أنا اللي كنت صح ولا الناس دي اللي صح؟ عشان كده شفنا أن أحيانا في ناس بتستغنى تماما عن أي نقطة إيجابية ممكن تكون بتفيد المجتمع لمجرد أنه يطلع ويبقى حديث الناس على السوشيال ميديا أو حتى في الشارع. وأكم من مشاهير شفناهم كتير جدا في السوشيال ميديا طلعوا وكانوا في التوب وكانوا ترند واشتهروا قوي وبعدين راحوا السجن، بعضهم لسه مسجون، بعضهم لسه خارج قريب من السجن، وبعضهم لسه في طريقه انه يروح السجن. طب ليه بتقول كده؟
بقول كده عشان اقول لك ان وانت بتحاول تحقق جزء من حلمك، حتى لو ده شيء مشروع وبتستفاد بيه من قدراتك عشان تبدا تنمي موهبه جواك، لازم تعرف ان ليها ضوابط ربنا هيحاسبك عليها. الكلمه يا جماعه اللي بنقولها دي زي ما انا بكلم حضراتكم، هي كلمه توديك جنه وتوديك نار، ده الدين اللي قاله سيدنا النبي مش انا اللي بقول. فامانه الكلمه واللي بيقدم على السوشيال ميديا لمجرد الشهره والجماهيريه حدث ولا حرج في مصر وتحديدا في الوطن العربي حاجه سيئه للغايه، سيئه للغايه. نماذج وكلام كتير وانا مش عاوز انال على حد بعينه، وان كان الاشهر على الاطلاق في الفتره الاخيره طبعا كلكم متابعين، بس انا لما باجي اقول لنفسي طب انا لما اجي اعيد استنساخ الاسم والتجربه والفيديو واقعد احكي لك معايا داتا اقدر احكي لك، طب انا كده برضو بصيطهم اكتر وبشهرهم اكتر، والناس اللي بقول عليهم المفروض ان انتوا تبقوا ما تقتدوش بيهم هيقول لك ما انتوا برضو كاعلام بتشهروهم اكتر. طب انا دايما المتخصصين بيبقوا افضل مني في الحديث عن هذا الكلام، عشان كده متعود في احلام مواطن نروح للي هيفهم افضل مني في هذا الشرح. خلوني برحب معايا الدكتور محمد الحديدي استاذ الطب النفسي. برحب بيك يا دكتور محمد. برحب بيك وبرحب بمشاهدينك، وربنا يوفقك دايما في توجهك كده، لان فعلا النصيحه الجيده والكلام ده هو ده فعلا اللي بيفيد المجتمع في الظروف الجيده. الله يخليك يا دكتور. ده طبعا يا دكتور هي دي القيمه من وجود سيادتك معانا في هذه المداخله. دايما اسالوا اهل العلم يعني التفسير والتحليل النفسي لانتشار هذه الظاهره على اشدها في الفتره الاخيره باقذر وابشع الالفاظ والمشاهد والسلبيات اللي بقت موجوده، ومش عايزين نحط راسنا في الرمل زي ما بيقولوا، بقى واقع فرض نفسه علينا كلنا. تحليلك ليها العلمي من منطلق النفسي وحضرتك طبيب بقى واستاذ طب نفسي، شايفه ازاي في كلمات واضحه اللي بيسمعونا دلوقتي بيفهموها منك يا دكتور محمد؟ طيب اولا حلم الشهره ده حلم موجود عند الناس جميعا منذ الازل، وكان زمان الحلم ده مقصور بس عند الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون، وايام ما كان التلفزيون بس، وبعدين الساتلايت والاقمار الصناعيه والجرايد والحاجات دي. ليه؟ لان الانسان بيبقى عنده حب ان هو يبقى محبوب، وان هو ان الناس كلها تحبه. والحاجه الثانيه انه بيبقى حابب ان هو يبقى مؤثر في الناس، يعني الكلام اللي انا اقوله الناس تسمع كلامي، انا اقول كذا الناس تسمع كلامي، وكمان نكسب فلوس بشكل كبير. الشهرة بتخليني أنا لما أخش في أي مكان ألاقي كل الناس تجري تسلم عليا وتعمل عليا، فأنا بحس بنوع من أنواع السعادة. وكمان إن أنا لما بقول للناس اعملوا كذا فالكل بيعمل ورايا، وبجانب ده طبعا إني بكسب فلوس كتير جدا. الحكاية دي كانت منتشرة زي ما قلنا، وكانت مقصورة بشكل كبير جدا على الفنانين والممثلين أيام قبل موضوع السوشيال ميديا، لأن هم دول اللي كانوا منتشرين في كل وسائل الاعلام، وسواء المرئيه او المسموعه او المكتوبه. لكن لما بدات السوشيال ميديا تخش، وحضرتك تقول لي برضك هتلاحظ ان كتير من الفنانين اللي كانوا الاول بيقول لك احنا مقاطعين السوشيال ميديا وقاطعينهم، هم نفسهم بداوا يعملوا حاجات زي برامج وحاجات اعتبروها اداه مهمه جدا بعيد عن المجال التمثيلي والاعلامي كمان يا دكتور، بقى جزء من شغلهم. صح، وبداوا يستغلوها بعد ما كانوا الاول بيهاجموها بشكل كبير. مظبوط. بيهاجموها ليه؟ لان السوشيال ميديا خلت ان ناس كتير، السوشيال ميديا فيها خاصيه ان اي واحد عادي، واحد عادي مش مشهور، مش عادي، مش شخص معروف، انه يقدر يعمل فيديو، يقدر يعمل قصه، يعمل لعبه، واللعبه دي او الفيديو ده ينتشر، وبعد ما ينتشر ناس تعمل عليه لايكات ويقوم يتشهر بشكل كبير جدا. فاصبحت الشهره متاحه للعوام، مش بس مقصورة على فئة معينة وهم الممثلين والفنانين ورجال الأعمال والكورة واللعيبة والكلام ده. فبقيت دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا بقى سهل، فالناس العادية اللي قاعدة على السوشيال ميديا وبالذات المراهقين بقى عندهم يقول لك إيه، طب ما شايف الولد ده تعليمه لا شيء، ده الولد حتى ما بيفكش الخط وعنده عربية رينج روفر. بالظبط، وده اللي بيتقال. دكتور محمد هم معذورين في الإحساس ده؟ يعني وهو بيسأل نفس السؤال ده، هل ده برضو جزء نفسي منطقي للي بيسأل طالما شاف كده فعلا؟ طبعا، لأن هو حاطط في دماغه إن ده إنسان عادي ما يزيدش عني حاجة، وشخص يمكن أقل مني علميا وأدبيا وتربية ومستوى واجتماعي وكل حاجة. ولكن يبقى نصيحتك ليه يا دكتور محمد، عشان أنت أصبت مربط الفرس والتارجت من المداخلة دي، نصيحتك للي بيقول لنفسه كده بعد ما شاف النماذج دي من الدكتور محمد الحديدي أستاذ الطب النفسي، في كلمة مباشرة يسمعوها منك تبقى قدام عينيهم، تقول لهم إيه اللي بيفكروا بالطريقة دي؟ أقول لهم جملة بسيطة جدا، إن اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل، والناس دي بتبقى ترند. ليه كلمة ترند؟ ترند إنها فرقعة، هي فرقعة لأنها عاملة حاجة غريبة، ولكن مع الوقت الحاجة الغريبة دي هتبقى معتادة، فالناس هتبعد عنهم
وما عادش حد هيبص لهم ولا حد هيعمل لهم. والواقع اللي اثبت كده وده شفناه على مدار الفتره السابقه كل التقدير والاحترام. بشكرك جدا جدا دكتور محمد الحديدي استاذ الطب النفسي على هذه المداخله والمعلومات القيمه اللي بقى زي ما قلت لكم يا جماعه من اهل العلم قال لك هي مرحله. وفعلا يا جماعه انتوا فاكرين ترند حمو بيكا وفاكرين حديده وفاكرين اسماء، مش عاوز اقول اسماء كتير جدا جدا، هم فين دلوقتي؟ هي مرحله. وخد بالك ما تخليش ده اللي ياخدك ويوديك من غير ما تحس لمشاكل حتى في القضاء او حتى احترامك لنفسك وفي وسط اسرتك واصحابك، علشان تبقى انت زي الناس دول اللي بتبقى فتره مرحله وبتروح. والكلمه زي ما قلتها لك وانت بتقولها في ربنا بيحاسب عليها، اللي انت بتقوله على السوشيال ميديا ده اوعى تفرح بشهره كدابه ربما ثمنها يبقى غالي جدا. خلص الجزء الاول من حلقتي معاكم النهارده في هذا الموضوع، هطلع فاصل سريع واستقبل الداعية الإسلامي إسلام رضوان عشان نتكلم في التسابق في الخيرات واستبقوا الخيرات، أعتقد نقطة مهمة جدا ومعانا فيها تقارير مهمة، أدعوكم للمتابعة. فاصل ومكمل معاكم. وصلنا للجزء الثاني من برنامجي والكلام الطيب والوقت الطيب اللي حريصه عليه دايما مؤسسه سقيا الماء واحلام مواطن، نبقى بنقدمه لك في كبسوله سريعه بسيطه لعل وعسى ربنا يا رب يفيدكم باللي بتسمعوه من ضيوفي الساده العلماء الافاضل ويجعله في ميزان حسناتهم. خلونا نرحب معايا في هذا الجزء من البرنامج الداعيه الاسلامي فضيله الشيخ اسلام رضوان، مرحب بيك يا مولانا ومنورنا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ هاني، ربنا يبارك فيك وحضرتك منور الدنيا كلها. ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يبارك فيك. عنوان الفقره بتاعتنا التسابق في الخيرات واستبقوا الخيرات، وكنت بتكلم قبل ما سيادتك تبقى معايا على الهوا في الجزء ده ان الخير ده ممكن يكون بالكلمه الطيبه، وان انت ممكن تبقى تقول الكلمه لا تلقي لها بالا توديك جنه او نار. الله. التسابق في الخيرات لشبابنا اللي بيبقى عنده حلم بقى الشهره والكلام ده، في نصيحه كده من داعيه اسلامي، لان حابب برضه ابقى قفلت لهم الموضوع بالمنطق والعقل والعلم والدين. ربنا فهل ليك حضرتك تعليق في الجزئيه دي؟ يعني انا سمعت الجزء الاخير من كلام حضرتك وكلام طيب، واتكلمنا على النماذج اللي طلعت فجاه وبعد كده اختفت برضه فجاه، وعجبني وحضرتك بتقدم دلوقتي حته الكلمه الطيبه. الكلمه الطيبه اولا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلمه الطيبه صدقه، وزي ما حضرتك قلت وده نص حديث برضه ان العبد لا يتكلم بالكلمه كلمه من رضوان الله. يعني ايه من رضوان الله؟ يعني لا يبتغي من هذه الكلمة الا ان ربنا يرضى عنه بس. الله. بقول كلمة عشان ربنا يرضى عني. ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، مش فارقة معاه، ما بيفكرش في اي حاجة غير ان انا اقول كلمة ترضي ربنا. انا الكلمة اللي بقولها دي مش عايز ارضي بيها الناس، الكلمة اللي بقولها دي مش بقولها عشان اعمل بيها ترند، الكلمة اللي بقولها دي مش بقولها عشان يبقى ليا معجبين ومتابعين. ايا كان مستواهم، انا بقول الكلمة عشان ربنا يرضى عني بيها. فبقول للاسماء اللي حضرتك قلتها وغيرهم واللي زيهم واللي بيسمعوهم واللي كانوا بيتابعوهم، الكلام اللي انتوا بتسمعوه ده اعرضوه على الحديث ده، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا الكلام ده لا يرضي الله؟ الله عليك. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها في الجنة درجات، الكلام ده يرفع صاحبه في الجنة؟ السؤال ده عندي. الكلام ده ميزانه ايه؟ هو ده الميزان. اعرض الكلام على اللي احنا بنقوله. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعني من غضب الله، لا يلقي لها بالا. يعني ايه؟ يعني مش فارق معاه ربنا يرضى عنه، ربنا يغضب عليه، ربنا يحط دي في ميزان حسناته في ميزان سيئاته. لا يتكلم الكلمة من سخط لا يلقي لها بالا، مش فارق ايه يعني الكلمة دي هتغضب ربنا عليا، لانه ما يفكرش في ربنا، فكرش الكلمة دي تأثيرها على المجتمع وعلى الناس هيكون ايه، فيهوي بها في النار 70 خريفا. يا الله. فالكلمة يا أستاذ هاني في ميزان الشرع لها ميزان ولها أثر. حدش يقول لك يا عم هاني دي كلمة يا عم، يا عم فوت يا عم، ده شوية كده قعدة كده لطيفة لا، قعدة لطيفة ظريفة لما تكون خاصة بيك مع نفسك، لكن لما تكون كلمتك بتسمع الناس
وبتصل للناس وتحقق مشاهدات بالملايين، ويكون كل الهدف منها الملايين اللي هتيجي من ورا المشاهدات، سواء كانت الكلمة دي ضرة أو مش ضرة، لا في ميزان سيئاتك. أمر عظيم وهتحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول لنا إيه يا حاج هاني؟ اتفضل. ما يلفظ من قول، كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فحضرتك شوف الكلمة وهي طالعة هتتكتب على اليمين في كفة الحسنات، ولا هتتكتب عياذا بالله على الشمال في كفة السيئات؟ لحظة أقف وفكر واسأل نفسك السؤال ده. بالظبط كده. وبعدين اعمل حاجة تانية يا أستاذ هاني، كل اللي بيسمعونا، اوزن الكفتين، شوف كلامك أنهي كفة اللي هتبقى راكحة عندك، شوف لسانك بيقول إيه. هقول لحضرتك حاجة، واحد من الناس الأثرياء جاب الخادم بتاعه ودعاه ودفع إليه شاه، قال خذ هذه الشاه واذبحها واقتنا بأطيب ما فيها، أحسن حاجة، أنا عايز أحسن حتة في الشاه، أحسن جزء فيها، أحسن جزء في الذبيحة دي. فجاء بالقلب واللسان، جاب له حتة من القلب واللسان. مرة تانية قال له خذ هذه الشاه واذبحها واقتنا بأخبث ما فيها، عايز أسوأ حاجة فيها. فذبحها وجاء بالقلب واللسان. نفس القطعتين. استغرب. فالراجل تعجب، أنا قلت لك هات أحسن حاجة جبت القلب واللسان، قلت لك هات أسوأ حاجة جبت القلب واللسان. قال سيدي إن صلح القلب واللسان فهما أطيب ما فيها، وإن خبث فهما أخبث ما فيها، قلبك ولسانك. سيدنا أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه الفاروق عمر، وتلاقي سيدنا أبو بكر ماسك لسانه كده وبيضرب نفسه على لسانه. فسيدنا الفاروق عمر تعجب، أنت بتعمل إيه يا أبو بكر؟ قال هذا، ده مين اللي بيقول؟ أبو بكر الصديق خليفة رسول الله اللي بشر بالجنة، هو اللي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، اللي سيدنا النبي قال عنه ما لأحد عندنا يد، يعني جميل، محدش عامل فينا جميل، ما لأحد عندنا يد إلا وكافأناه بها ما خلا أو ما عدا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها. إحنا ما نقدرش نكافئ الصديق. وبعدين بيضرب لسانه، فالفاروق بيقول له أنت بتعمل؟ قال هذا الذي أوردني المهالك، اللسان. وهو من هو؟ الصديق، صديق الأمة، نزل فيه قرآن، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ومع ذلك يعني يتهم نفسه بالتقصير ويتهم نفسه ان هذا اللسان اورده المهالك. احنا بعيد قوي يا شيخ اسلام. طيب فين اللي احنا بنقوله بقى بالظبط؟ احنا بعيد جدا. خدوا بالكم دايما يعني اهل العلم واهل الدين كلامهم موزون، وانت بتسمع كده يا شيخ اسلام فكر، ما تعديش الكلمات. عنواننا التسابق في الخيرات. حابب قبل ما انهي الجزء ده ونكمل بقى برضه فقرتنا ومع سوقي اللي بتقاريرنا المهمه اللي بدعوكم للمتابعه اعزائي المشاهدين، العنوان ده في كلمات تبقى واضحة ومحفورة لكل اللي بيشوفه حضرتك دلوقتي، اللي عنده نية بس لسه ما سابقش في الخير، عاوز يعملها ومكسل. العنوان ده في عظة وكلمات كده من حضرتك لسادة المشاهدين تقول لنا ايه بما انك اخترت لنا عنوان الفقر. ربنا يبارك فيك يا رب. تعالى كده نعرض الكلام بتاع فاستبقوا الخيرات او التسابق في الخيرات او التسارع في الخيرات على اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. هل اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه في الفقرة الاولى ده تسابق في الخيرات ولا ده تسابق في ايه؟ تعالوا كده نحط المضمارين دول، ناس بتسبق هنا وناس بتسبق هنا، اللي هيسبق هنا هيروح فين؟ واللي هيسبق هنا هيروح فين؟ على قدر التسابق في الخيرات في الدنيا، على قدر التسابق إلى الجنات في الآخرة. حرفيا قولا واحدا، في نسبة وتناسب. واعتقد الحلال باين والحرام باين والخير هنا باين، يعني أنت هتقدر ما فيش لبس إن أنت ده الخير ولا ده الخير. بالظبط، الله يفتح عليك. الخير ما فيش اتنين يختلفوا عليه أبدا. فعلى قدر التسابق في الخيرات في الدنيا، على قدر التسابق في الآخرة. هقول لحضرتك حاجة، سيدنا الفاروق عمر في يوم من الأيام سيدنا النبي دعا الصحابة للإنفاق. شوف التسابق، عايز حضراتكم تشوفوا معانا قد إيه كانوا بيتسابقوا عشان نتعلم من صحابة سيدنا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الفاروق عمر يقول الكلام ده، دعا الصحابة يوما إلى الإنفاق، فالفاروق عمر قال فوافق ذلك مالا عندي، فرصة، سيدنا النبي بيدعو الإنفاق وأنا عندي النهاردة فلوس، معايا فلوس، فجئت بنصف مالي، تخيل نص المال، نص الثروة، ووضعها أمام رسول الله، مال كتير. وده دعا سيدنا النبي يقول لسيدنا عمر إيه؟ ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ إيه ده؟ إيه ده كله؟ قال أبقيت لهم النصف، وفي رواية أبقيت لهم الشطر، وفي رواية أبقيت لهم مثله يا رسول الله، أنا سبت لهم قد ده. سيدنا النبي تلاقى المال كتير، أنت سبت لهم إيه؟ الشطر أو النصف أو مثله. ثم دخل الصديق فوضع المال، المال بقى أمام رسول الله،
فقال: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ إيه ده كله؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله. فقال الفاروق عمر: ما تسابقنا إلى خير إلا وسبقنا إليه الصديق. يعني قصص وانت بتسمعها كده تحس ان انت نفسك تعيش الحقبة الزمنية دي وتشوف عظمة الرجال دول. طيب الفقرة ممتدة، بس احنا هنطلع فاصل سريع ونكمل تاني مع فضيلة الشيخ اسلام رضوان التسابق في الخيرات. هنطلع فاصل سريع وبعدين نرجع نكمل حلقتنا، ولسه معنا تقارير مهمة جدا ادعوكم للمتابعة. ضيف عند ربنا سبحانه وتعالى في الجنة إنك تعمل عمل حسن. حينما يجتمع الماء مع النخل ومع زراعة النخل، يعني دي من أجمل الأعمال ومن أجمل المقارنات اللي القرآن الكريم قرن بها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الله سبحانه وتعالى وصف النخل بأنه رزق، يبقى المطر رزق والنخل رزق. الإنسان ممكن يقتات في حياته بالماء والتمر، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعيش على التمر وعلى الماء. بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: كل بيت ليس فيه تمر جياع أهله. تريد أن تحيا في هذه الحياة، عليك بأن تجعل لنفسك في هذه الأرض مثل هذا النخل ومثل هذه الفسائل. ربنا يتقبل منك جميعا. أنا جيت النهاردة عشان أزرع النخلة، جوزي عاملها لنا ووالدته الله يرحمها ولولادنا. جيت لمؤسسة سقيا الماء عشان أزرع نخلة على روح أمي إحسان عبد المجيد البطران، وعلى روح أخويا سعيد أحمد صلاح عبد الحي. كل ده بنشكر فيه مؤسسة سقيا الماء على الخدمات اللي بتقدمها. موسم جديد بدأنا فيه النهاردة الحمد لله، وزراعة النخيل في أرضنا في وادي النطرون، وكمية الفرح اللي الناس عاشوها معانا وإن إحنا عشناها كمان في المطر والخير اللي يعني وتوزع على كل الارض دي. في ناس بتعمل النخله لنفسها، وفي ناس ممكن تعملها لوالدها لوالدتها ايا كان، فبيقف ياخد الفرحه معاه. دايما مع مؤسسه سقيا الماء نعمل من اجل الانسان. رحنا زرعنا النخل وقاموا معانا بكل واجب وكل احترام وأحسن الناس. بوجه رسالتي لكل أحبابنا إن هم تبرعوا في سوق الماء عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم أحسن الجزاء. مؤسسة سوق الماء نعمل من الإنسان. شيخ إسلام، حريصة دايما مؤسسة سقيا الماء إن هي بتقدم تنوع في التسابق وفرصة التسابق في الخيرات. نعم. يعني بديك أعمال خير كتير، وصلات مياه، حفر أبار، صك نخيل، مساعدات إنسانية، حتى لقطاع غزة قامت المؤسسة من خلال مبادرة قايلين الفترة اللي فاتت بأمور جيدة رائعة للغاية. نعم. هل هي كده بالتقرير اللي شفناه ده بتبقى بتدي فرصة، والناس اللي جات وشفناها في التقرير بيتكلموا بنفسهم، هل ده يصنف إن هم قرروا انه يعملوا الخير وتسابقوا فراحوا بنفسهم وادي النطرون محافظه البحيره، وده يصنف تحت عنوان حلقتنا النهارده؟ هقول لحضرتك استاذ هاني ان اي عمل من اعمال اللي انا بقوم بيها لخدمه الانسان عموما هي من اعمال الخير وتسابق في الخيرات. ولما اساعد انسان في موقف زي ده، او ان انا ازرع نخله عشان النخله دي بعد فتره ممكن تكون فتره طويله، مش بعد شهر او اتنين، تقعد 100 سنه، ممكن تقعد سنين على ما تثمر، تبدا في الثمر وتعيش عمر طويل جدا. هقول لك مره رجل بسيدنا ابو قتاده، وابو قتاده كان يزرع نخلا، وكان في الوقت ده ابو قتاده رجل مسن، انحنى ظهره واشتعل راسه شيء، مسن عجوز. فقال: يا ابا قتاده، تزرع نخلا
ولا يثمر إلا بعد سنوات. كأنه عايز يقول له يا أستاذ هاني أنت بتزرع حاجة ممكن أنت ما تاكلش منها، عليك بإيه؟ يعني بتزرعها لمين؟ تزرع نخلا وقد يثمر بعد سنوات. فقال أبو قتادة: زرع من قبلنا فأكلنا، ونزرع ليأكل من بعدنا. ممكن أعمل خير ثمرة الخير تكون بعد سنين، لكن هيكون في ميزان حسناتي، في كفة حسناتي. الخير اللي أنا هعمله ده هيقعد لذريتي والأولادي والأحفادي. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن التقوى إنك تساعد الناس، إنك تكون في خدمة الناس، وتبقى عارف إن العمل اللي انت بتعمله مسابقة ومسارعة في الخيرات هيبقى في كفة الحسنات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه يوما قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، عمل خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا زار مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة أو جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ، الأربع حاجات دول، ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة. يا الله، شوف لما الأعمال دي تتعمل في يوم، والأعمال دي تجتمع معك في يوم، صيام وإطعام وزيارة مريض واتباع جنازة أو المشي في الجنازة، وتعملهم في يوم أعمال خير. الأعمال دي تجتمع معك في يوم تكون من أهل الجنة. وده كلام سيدنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن هو لوح يوحى. بالضبط، الله يفتح عليك. فما يكون عمل من الأعمال اللي احنا بنشوفها دي مع مؤسسة سقيا الماء، ويكون عمل خالص لوجه الله، ونشوف الناس المسنة الكبيرة اللي رايح يعمل نخلة لأخوه، نخلة الأم، واللي بيعمل نخلة لأبوه، اللي بيعمل ده عشان هو مش منتظر منه حاجة غير الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ده ان شاء الله في كفة الحسنات، وده باب بنفتحه للتسابق والتنافس. كل الناس اللي بتشوفنا، شوفوا اخوانكم بيعملوا ايه وتسابقوا معهم على قدر استطاعتكم. فتحت بقى سقي الماء باب تاني غير موضوع سك النخيل بوصلات المياه وتوصيل المياه. نعم. للمحتاجين. نعم. بحب اوريهم دايما صوت وصوره. اتفضل. طب ما يلا نشوف التقرير ده في التنوع في التسابق في الخيرات مع سقي الماء، ونرجع نكمل مع الشيخ اسلام كلامه طيب، لازم تتابعونا. الإنسان منا غريب، ربنا رزقه بنعم كتيرة جدا ولا عمره بيحس بيها إلا لما يفقد نعمة من هذه النعم. أنت جعان هتقوم تاكل، عايز تشرب هتفتح الحنفية وهتشرب، بس أنت متعرفش إن في ناس كتير من أهالينا وفي بلدنا لما المية بتوصل لهم أو لما المية بتجيلهم تعتبر نوع من أنواع الرفاهية، شيء هم مش معتادين عليه. الناس دول هم مسؤوليتنا، مسؤوليتنا كلنا إن إحنا نقدر نوصل لهم المية في المكان اللي هم فيه، ومش بس توصل المية لغاية البيت، لأ توصل لجوه البيت. وأنا بعد ما نزلت مع جماعة سقيا الماء وشفت مشروعاتهم وشفت كل اللي هم بيعملوه إن هم يوفروا حياة كريمة زي ما الدولة بتقول، ويوصلوا المية لأهل البيت ويستروا أهالينا جوه بيوتهم، أنا بدعم جماعة سقيا الماء. وكل واحد فيكم فكر في غيره وعايز يساعده وعايز يوصل له المية جوه البيت، ادعم جماعة سقيا الماء وساعد. وأيا كان المساعدة ديت، حتى لو كانت مساعدة بسيطة من وجهة نظرك، فكر كده في الآخر خالص هتخلي أم من أمهاتنا أو أب من أبائنا جوه البيت بيشرب ومستور ومتوفر له حياة كريمة. مين قال إن مفيش مية؟ المية موجودة لكن محبوسة في خيالهم. الصحراء والجبل شربوها بالكامل، خلوا الناس هنا تمشي تجري وتجري، تصحى وتنام، ملهاش غير هم واحد، كوباية مية يشربوها. سقف أحلام الأطفال هنا وقف زي ما سقف البيوت وقف عند حلم واحد بس، ازاي ابطل امشي بالخمسه والسته كيلو عشان بقي ميه، وازاي اوفر تلات او اربع ساعات من يومي عشان بقي ميه. الناس هنا عايشه ومراضيه، لكن حياتهم فيها جزء كبير ناقص، جايز لما يبطلوا يشربوا ميه ملح
ويشربوا مية، كل اللي عليهم يعملوه هو إنهم يفتحوا الحنفية مش أكتر. جايز لما يحسوا إن في حد معاهم ومشاركهم في الهم الكبير ده. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. السابقون وسيدنا النبي والصحابة والسيرة النبوية دايما بيبقوا قدام عينينا كنماذج وقدوة ومواقف متنوعة في كل الأمور، وقت الرخاء والصعوبة والحرب والغلا وكل حاجة. حضرتك ضربت لي مثالين قبل ما نبدأ ونكمل، قبل ما نشوف تقريرنا، بيعني الصديق رضي الله عنه وارضاه، سيدنا أبو بكر. هل هناك من المواقف التي تظل زي غيرها كتير محفورة في أذهاننا كلنا بقى كأمة إسلامية في النوعية الخاصة بي، إزاي حد كان بيتسابق في الخيرات بشكل يفضل لغاية دلوقتي؟ أعلم لو ذكرتي وسيادتك أستاذنا طبعا سيدنا عثمان برضو في جزئية بقى على نهج الأبار اللي شفناها مع سقيا الماء في وقف يبقى ممتد، فهناك حكاية في هذا الموضوع. يعني هقول لحضرتك، يعني سيدنا عثمان في موقف له جهز جيش بالكامل. هو لوحده جيش العسرة. سيدنا النبي دعا الصحابة لتجهيز جيش العسرة، سيدنا عثمان جهز الجيش بالكامل، وسيدنا النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الصحابة والمسلمين عموما ما كانش عندهم مكان يملوا منه مية، وكان بيملوا المية بالفلوس زي ما شفنا في التقرير، ويمكن انا عايز اعيش مع التقرير ده لان انا شفت حاجات في التقرير بصراحه صعبه جدا. احنا النهارده قدامنا اهو الميه موجوده، وقت ما تحب تشرب بتشرب في بيتك، لو فتحت الحنفيه بتلاقي الميه موجوده، الفلتر موجود، التلاجات موجوده، الموضوع ميسر وسهل جدا. لو حبيت تقوم في اي وقت من الليل محتاج شويه ميه، الميه جنب منك او في تلاجتك في اوضتك تلاقي الميه تشرب براحتك. لكن انا شايف الناس بياخدوا عربيات وتريسوكلات ويشيلوا على كتافهم جراكن، وفي التقرير بيناولوا بعض الجراكن عشان يملوا خزان مية علشان يقدر يفتح حنفية تنزل له مية والخزان، وما الخزان ده يفضى يتحمل مشقة قد إيه. لما ده حصل مع المسلمين وما كانش فيه مية، وكان فيه بئر روما، البئر ده كان موجود وكان بتاع يهودي وكان بيبيع المية للمسلمين، سيدنا عثمان عمل إيه؟ اشترى نص البير ب8000 درهم، 8000، وكان غالي 8000، وخصص يوم له ويوم لليهودي، فكان المسلمين جميعا يروحوا يملوا المية في يوم سيدنا عثمان، ويوم اليهودي محدش يروح يملى مية ولا يشتري مية، وسيدنا عثمان أوقفها لله مجانا غير فلوس. يعني أنا أدفع فلوس واشتريها بس أطلع المية دي لله في سبيل الله، وخد اللي يكفيك، بس خد اللي انت عايزه في اليوم ده يوم سيدنا عثمان، فكله يروح يملى المية في يوم سيدنا عثمان، ويوم اليهودي ما فيش حد يشتري منه مية. فاضطر اليهودي، اضطر انه يبيع الجزء الثاني او النصف الثاني لسيدنا عثمان ب4000 درهم، واصبح البئر جميعها لسيدنا عثمان، فاوقفها كلها، اوقف البئر للمسلمين، وحتى الآن لازال الحساب جاري لسيدنا عثمان في بنك الحسنات عند الله سبحانه وتعالى بسبب بئر روما الذي أوقفه سيدنا عثمان ابن عفان للمسلمين مجانا لوجه الله. يا الله، شوف على السنين، شوف العمل اللي يتعمل. وأنا ما بفكرش في فلوس، اوعى تفكر وتقول أنا فلوسي هتقل، فلوسك يمكن عددا تقل، لكن حسابا عند الله سبحانه وتعالى يتزيد أضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. اوعى تعتقد إن أنا هخرج المبلغ ده إذا كان صدقة أو زكاة مال أو صدقة لمريض. ده احنا عندنا أستاذ هاني سيدنا النبي يقول لنا كده، داووا مرضاكم بالصدقة. مين النهاردة فينا ما عندوش مشكلة؟ الحاجة الوحيدة اللي تحل لك مشاكلك وتكون بصدق مع الله هي الصدقة. أطلع صدقة عشان ربنا يبارك لي،
اطلع صدقه عشان ربنا يشفيني، اطلع صدقه عشان ربنا يرزقني، يعني حتى لو الحاله ضيقه اطلع صدقه، اطلع صدقه. استحضر النيه دي وهو واخد عهد على نفسه رب العباد. طلع صدقه للفقير بنيه ان ربنا يعوضك خير، فربنا يعوضك اضعاف مضاعفه ان شاء الله. ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي. نعم. يا جماعه الكلام ده يعني زي ما قلت لكم الكلام الطيب كلنا محتاجين نسمعه. طب ما يلا نشوف برضه في موضوع بقى الصدقه واستمرار الصدقه اللي تبقى موجوده في تقرير اخر لسقيا الماء، ونرجع نكمل مع فضيله الشيخ اسلام. من خلال هذا الغيث الذي نحن فيه اغاثنا الله بالمطر ليتم علينا نعمته، فجمعنا بين ذرع النخيل ونعمه الله علينا ان كان فيه سقيا. من خلال مؤسسه سقيا الماء سقانا الله بهذا الغيث لنسعد ونسقي هذا الزرع الذي في حاجة ماسة إلى هذا الغيث. ومن خلال هذا الأمر ندعو أهل الخير للمشاركة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن بالنخلة دليل على أنه لا ينقطع أثره، لأن النخلة لا ينقطع خيرها ولا ينقطع أثرها، وهي في دوام دائما إلى يوم القيامة. رحنا زرعنا النخل وقاموا معانا بكل واجب وكل احترام واحسن الناس. بوجه رسالتي لكل احبابنا ان هم تبرعوا في سوق الماء عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم احسن الجزاء. انا جيت النهارده عشان ازرع النخله، جوزي عاملها لنا ووالدته الله يرحمها ولاولادنا. أنا هنا بكلمكم كمستشار قانوني للمؤسسة، بطمن الناس إن المؤسسة ماشية بخطوات ثابتة. إحنا الحمد لله تم توفيق أوضاعنا طبقا للقانون الأخير، تم هيكلة المؤسسة بشكل إداري جديد، بقى عندنا مدير تنفيذي، بقى عندنا مدير مالي، بقى عندنا مجموعة من الإداريين المهمين جدا. على أساس ده بيطمن حضرتك إن كل تبرعاتك وصدقاتك موجودة في مكانها الصحيح. النهاردة مشاركة الناس هي دليل نجاح، إن الناس استجابت وجات وقطعت مسافة كبيرة وموجودة هنا على أرض الواقع في قرية مؤسسة سقيا الماء. جيت لمؤسسة سقيا الماء عشان أزرع نخلة على روح أمي وعلى روح أخويا، كل ده بنشكر فيه مؤسسة سقيا الماء على الخدمات اللي بتقدمها. مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان. شيخ إسلام، شفنا في التقرير يقول لك أنا جيت عشان أعمل على روح أمي، روح أبويا، روح ابني. بلاحظ دايما لأن أحيانا بيبقى لنا جولات ميدانية مع المؤسسة، من حبك للي فقدته ربنا رب يحفظ الجميع عاوز تعمل له حاجة تعود له بخير، عندك يقين أن ربنا هيوصلها له هناك بقى في العالم الآخر بقى. والسؤال هو ليه مش كل الناس ممكن تفكر طب ما انا اعمل على روحي وانا عايش، يعني انا نفسي انا عاوز اعمل خير لهاني عبد الرحيم وهو عايش مع واعمل لابويا وامي الله يرحمهم وكده، هل ده برضو عدات حسنات ليك وانت عايش مش لازم يروح لك وانت الله يرحمه وانت الله يرحمه حلوه. مش لازم استنى لما نقول الله يرحمه دي على روح فلان الله يرحمه او ربنا يغفر له او رحمه الله. بيحصل كده. لا مش لازم استنى ده، يعني لو عندي الامكانيه يا استاذ هاني ان انا وانا بعمل على روح والدي ووالدتي اعمل لنفسي صدقه جاريه من مالي وانا عايش، يمكن بعد ما الله يرحمه ما يلاقيش حد يعمل له. والله ده مغزى سؤالي، ودي كارثه كارثه، وهقول لك للاسف بتحصل كتير جدا، وممكن من أولادي يكونوا عاشوا في نعيم أهاليهم في حياتهم وبعد ما ماتهم وبعد ما الأب والأم أو واحد منهم ينتقل إلى رحمة الله، ممكن تلاقي عدد كبير من الأولاد اللي عاشوا في نعيم أهاليهم وفي خير أهاليهم وخير كبير جدا، ممكن تلاقي واحد فيهم بس هو اللي بيعمل على روح أبوه وأمه. ممكن تلاقي الأولاد أولاد جحدة وتلاقي بنت هي اللي كويسة، تلاقي هي اللي بتعمل على روح ابوها على روح امها. فليه انا النهارده وانا عايش انقطع عملك ده اللي قاعد لك الا من اذا مات ابن ادم. أيوة. انقطع عمله، العمل ايه اللي هينقطع؟ اللي هو بيقوم بيه بنفسه، الا من ثلاث،
صدقة جارية، معنى ده أنه عملها وهو عايش صدقة جارية. انقطع العمل أو حد عملها له، أو حد عملها ما فيهاش خلاف. صدق بالظبط. ممكن أنا كابن أعمل لأبويا أو أعمل لأمي، سواء شوف اللي أنت بتعمله رايح له هناك. فأنا ممكن أعمل لهم والعمل اللي أنا أعمله هيروح، الأجر والثواب هيوصل، لكن إيه المانع إن أنا أعمل أنا عن نفسي وأنا عايش؟ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية هو عملها عن نفسه، أو حد عملها له، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فأنا بأيد حضرتك في يعني في المقترح ده وفي الفكرة دي. إحنا ليه ما نتسابقش وإحنا بنتكلم في التسابق؟ فأتسابق وأنا عايش عن نفسي، أنا بشوف هاني عبد الرحيم يعني راح وعمل، طب أنا ليه ما غيرش واسبق؟ هو عمل نخلة، أنا هعمل اتنين. الله، ده عمل بير، أنا هعمل بير تاني جنب منه في مكان تاني. عمل وصلتين مية هنا، أنا هعمل ثلاثة في المكان ده. وهو ده بقى التسابق والتنافس يا أستاذ هاني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هي دي المسابقة، مش هو جاب عربية، لا أنا أجيب عربية أعلى، هو اشترى شقة أنا أجيب شقة أوسع، لا خلينا في عربية الآخرة وفي شقة الآخرة اللي هتقعد لنا في الجنة في رصيدك في حساب الحسنات. عارف شيخ اسلام، ساعات بقعد افكر كده، اللي خلق الخلق رب العباد من فوق سبع سماوات، شوف قد ايه اللي خلقك عارف تمامك. قال لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو عارف ان نوع التنافس لو انت عاوز الخير ده اللي تتنافس فيه، لان هو خلقنا وعارف ان احنا بنتنافس في اشياء اخرى. انت معاك موبايل ده، انا لا عاوز اجيب ده، العربيه دي، الشكل ده، مش كده برضه؟ وبعدين لازم الناس تفهم حاجه يا استاذ هاني، أنا لما أجي أتنافس، أتنافس في حاجة هتزول وتنتهي، ولا أتنافس في حاجة هتفضل عايشة معايا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وعايشة معايا إلى ما لا نهاية؟ الحاجة دي وقتية، العربية دي وقت وهتروح، الشقة دي وقت وهتروح، أو وقت وهسيبها، لكن العربية والشقة والفيلا والقصر اللي في الجنة ده دايم وهروح وهتلاقيه ومجهز. اللي في الدنيا من إعداد البشر، اللي في الآخرة من إعداد رب البشر سبحانه وتعالى. شوف انت بتجري تعمل ايه لنفسك، لكن شوف ربنا هيعمل لك ايه لما تعمل الخير مع الناس. عشان كده دايما عجبتني مقولة للإمام الطيب يعني شيخ الأزهر: جينا الدنيا من غير ولا شيء، وتنافسنا وتصارعنا على كل شيء، وهنذهب من غير ولا شيء. ولا شيء، يعني هي النوعيه دي من الكلمات، ما فيش لحظه كده والله احدث نفسي قبل الناس يا شيخ اسلام ان احنا نفكر فيها، فبالتالي اهدى. بالظبط، هي ابسط من كده. نعم، مش كده؟ نعم. يعني زي ما قلت لكم دايما الكلام الطيب ممتد مع فضيله الشيخ اسلام رضوان، وحريصين دايما في احلام وطن وسقيا الماء، وانا بنوريك اعمال الخير بنسمعك كمان الكلام الطيب في وسط الحياه الصعبه القاسيه اللي عايشينها. هي لحظات والله كلنا محتاجين نسمعها. طب انا هطلع اشوف تقرير تاني وارجع اكمل مع حضراتكم مع فضيله الشيخ اسلام رضوان. الكلام الطيب والله نستاهل، وتستنى تقعد تسمعه، لان بعد الفقرة وبعد الحلقة انت رايح برضو لحياتك، خد شوية الوقت دول لنفسك. شوف التقرير. الصدقة يا جماعة الخير بتقي مصارع السوء. مؤسسة سقيا الماء مكملة معاكم وبيكم، حطوا ايديكم في ايدين سقيا الماء. احنا الحمد لله الوقت في الارض الجميلة دي 111 فدان لمؤسسة سقيا الماء بتحيي سنة الوقف، فسلف احسن المسير وسقيا على الضرب تسير. جيت لمؤسسة سقيا الماء عشان أزرع نخلة على روح أمي وعلى روح أخويا، كل ده بنشكر فيه مؤسسة سقيا الماء على الخدمات اللي بتقدمها. رحنا زرعنا النخل وقاموا معانا بكل واجب وكل احترام وأحسن الناس. بوجه رسالتي لكل أحبابنا إن هم تبرعوا في سقيا الماء عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم أحسن الجزاء. الناس المتبرعين موجودين عندنا هنا النهاردة عشان نقدر نوريهم مدى مصداقية المؤسسة في التبرعات اللي هم بيقدموها، سواء كان الناس اللي جاية المتبرعين بيزرع الفسيلة بتاعته لسه النهاردة، أو المتبرعين اللي هم كانوا زارعين من السنة اللي فاتت واللي قبلها بيجي يشوف النخلة بتاعته بعد سنة واتنين وصلت لحد فين. بإذن الله نكون عند حسن ظن جميع المتبرعين.
عشان ازرع نخله. جوزي عاملها لنا ووالدته الله يرحمها ولاولادنا. شيخ اسلام في 30 ثانيه رسالتك ووقتنا داهمنا للاسف، والكلام الطيب معاك عاوز حلقات وحلقات، ولكن في رساله الشيخ اسلام رضوان في 30 ثانيه كل اللي بيشوفونا النهارده في كلمات تفضل محفوره قدامهم بكل الكلام الطيب اللي قلناه. هقول لحضرتك سريعا يا استاذ هاني في ثواني، انا قلت في الحلقه على قدر التسابق في الخيرات في الدنيا على قدر التسابق في الاخره الى الجنات. عايز حضرتك تحجز لنفسك مكان في الجنه، احجز مكانك النهاردة من الدنيا على قدر المسابقة في الخير، على قدر المكان، على قدر الخير اللي هتعمله، على قدر المكان ربنا هيدهولك. سيدنا النبي بيقول في الأثر الإلهي عن الرب العلي: المال مالي والجنة جنتي، فاشتروا جنتي بمالي، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في نهاية حلقتنا بشكر جدا جدا الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ إسلام رضوان، بشكرك جدا فضيلة الشيخ. أنا ربنا يفيدك حضرتك ويعزك ويحفظك. متشكر جدا لاستضافة حضرتك النهاردة في أحلى مواطن. ربنا يبارك في عمر حضرتك. اوعى خطر السقوط مهما كان ملعون ابو اي قرش واي فلوس، ما تجيش بعزه نفسه وبخير وبحلال وبكبرياء وكرامه عشان موضوعنا اللي اتكلمنا فيه النهارده. خلصت حلقتنا لكن مواضيعنا ما بتخلص. اشوفكم ان شاء الله الجمعه القادمه واحلى مواطن.